السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمة أبو حاتي، والنهاردة ان شاء الله هنعمل الفراخ المحشية بالرز في الكيس الحراري. سهلة خالص وطعمها جميل جدا. عايزة اوريكي بقى الرز مفلفل قد ايه، طعمه حلو جدا والفراخ طعمها حكاية. ان شاء الله طريقة سهلة خالص تجربوها وتعجبكم. طبق حلو قوي في العزومات. مقاديرنا النهاردة عندي هنا فرختين للحشو عشان بيبقى وزنهم اقل من كيلو، حبهان ملح وفلفل ورشة من السكر وطماطماية وبصلاية. هنجيب الكبة بتاعتنا ونحط فيها الملح والفلفل ورشة السكر، زي ما اتفقنا رشة السكر بتساعد على السوى وبتخلي الطعم كمان حلو جدا. وهحط البصل والطماطم ورشة من الحبهان واضرب كل المكونات دي كويس مع بعض عشان اعمل بيها تتبيلة حلوة اتبل بيها الفراخ. تمام، هنتبل الفراخ كويس من تحت الجلد ومن جوه علشان تبقى طعمها لذيذ بعد ما تستوي، يكون اللحم نفسه له طعم حلو. تمام، تبلناهم كويس جدا، هنسيبهم بقى في التتبيلة لغاية ما نعمل الحشو. الحشو هنا كوباية رز، يعني لكل فرخة نص كوباية رز. كوباية رز، بصلة متوسطة، طماطمية صغيرة مبشورة، ملح وفلفل وقرفة، وكمان عندي فصين من الثوم والكبدة بتاعت الفراخ. في طاسة على النار حط فيها سمنة وزيت، هنزل بالرز اللي أنا نقعته نص ساعة وصفيته كويس جداً، وهحمره أو هشوحه كويس في النار لغاية ما يسخن علشان يبقى مفلفل معايا في الحشو. تمام، يبقى هنشوح الرز كويس في سمنة وزيت لغاية ما تحسي كده ان الرز كله اتشرب من السمنة والزيت كويس جدا عشان يديني نتيجة كويسة. تمام، بالشكل ده شايفة. هضيف بقى التوابل بتاعتنا، ملح، فلفل، رشة قرفة، ودي بتدي طعم حلو قوي. وهنقلب التوابل كويس جدا جدا مع الرز، شايفة بقى لونه عامل ازاي. وهنحط البصل والثوم وطماطماية مبشورة، وهنقلب كل المكونات دي مع بعض. الريحة بقى تحفة، الخلطة دي تقدري تحشي بيها كمان الحمام، هيبقى جميل جدا جدا. تمام كده خلصنا، خلاص كله تشوح مع بعضه وطعم البصل هيبقى حلو قوي في الرز. هنسيب بقى الرز في طبق يبرد علشان ما ينفعش نحشي وهو سخن كده، وفي نفس الطاسة هحط معلقة سمنة صغيرة واشوح فيها الكبدة علشان ما بحبش اعملها مع الرز عشان الزفارة، فهديها تشويحة لوحدها كده بحيث ان هي تقفل المسام بتاعتها، وابتدي اضيفها بعد كده على الرز. تمام، هنقلب بقى كله مع بعضه زي ما قلتلك. الخلطة لازم تبرد، ما ينفعش تحشي بيها خالص وهي سخنة. بعد ما بردت هنبتدي نحشي الفراخ بتاعتنا. هنحشي من تحت الجلد بالشكل ده وندخل كده على الرقبة. تمام، حاولي لما تحشيها ما تمليهاش قوي علشان طبعا كلنا عارفين ان الرز بعد السوى بيزيد فما تتفتحش. بس عايزه اقولك كمان، هي لو اتفتحت في الكيس الحراري مش هتعملك حاجه، او هتبقى برضو شكلها كويس غير لما بتتفتح في الحله في الشوربه وتبهدل الدنيا. انا بقفل هنا بالقناصه لو خدتي بالك، ما بخيطش وما بحطش خلة ولا اي حاجة خالص،
بس مجرد انك انتي بتحشي كويس وبتظبطي الحشو تمام، وزي ما قلتلك حاولي ما تمليهاش قوي على الاخر، من فوق تحت الجلد بالذات علشان ممكن تتفتح تمام. وهنحشيها من تحت وزي ما انت شايفه كده، هنجيب القناصه هنسد بيها كده ونكتف الفرخ بس كده زي الفل تمام. عندنا بقى كيس حراري هرش فيه رش الدقيق عشان بس الفراخ ما تلزقش فيه، وبقيت التتبيلة بتاعتنا اللي احنا تبلنا بيها الفراخ في الاول هضيف لها بس معلقة كاتشب، وابتدي بقى تبل الفراخ من بره كويس قوي. التتبيلة دي هتخلي الفراخ لما تخش في الكيس الحراري وتستوي كمان هتتحمر، ومش هحتاج ان انا احمرها في سمنة ولا زيت، وبالشكل ده حتى لو اتفتحت زي ما قلتلك مش هتتعبك ولا الرز هيقع منك في التحمير ولا اي حاجة خالص. هندخل الفرختين في الكيس الحراري وادخل معاهم بقى خضار، بصل وجزر وطماطم عشان يدوا ريحة حلوة وكمان طعم حلو، وبعدين هنقفل الكيس بالقفل بتاعه وهجيب صينية احط فيها الكيس الحراري اللي فيه الفراخ وسكينة ليها بوز حامي او رفيع، هعمل بس 3-4 فتحات في الكيس واحط مية مغلية في الصينية واكون مشغلة الفرن من قبلها يبقى سخن قوي. هدخل الصينية على ارضية الفرن نص ساعة وبعدين هدي النار خالص ساعة كمان، هتلاقي الفراخ بقت مستوية وتحفة ومتحمرة وفي منتهى الجمال، وكمان منزلة صوص حلو ممكن تستخدميه في اي اكل تاني اهو، شايفة تحفة جدا، تعملي بيه اي شوربة تعملي بيه اي اكل براحتك خالص. وادي الفراخ متحمرة ولذيذة ما اخدتش وقت في العمايل، كمان طلع حلوة جدا، وزي ما قلتلك حتى لو اتفتحت مش هتضايقك في حاجة لانها في الكيس الحراري وتحمرت، مش تحتاجي انك انت تحمريها في سمنة ولا زيت. والرز اللي احنا عملناه وحشينا بيه طالع مفلفل وجميل جدا زي الفل، شايفة. اتمنى تكون الوصفة عجبتك، لو عجبتك لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدري تشوفي كل الفيديوهات بكل سهولة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.